وزارة الداخلية كمان استطاعت انها تضبط احد المنتحلين. والحقيقة صفة او جريمة الانتحال دي زادت الفترة الاخرانية. الادارة العامة لمباحث القاهرة العمالة العامة ضبطت شخص منتحل صفة مستشار في احدى الجهات السيادية. تعرفين جهات سيادية دي يعني ايه؟ يعني رئاسة الجمهورية، مخابرات، امن قومي، حاجة اللي هي الحاجات اللي تخض دي. وده مش اول واحد يعمل الحكاية دي. ده مستشار في احدى الجهات السيادية. يعني انا عايز اعرف اساسا اللي صدق الحكاية دي مين؟ يعني ده لو دخل عليا وقال لي انا فلان الفلاني اركان حرب ولواء مش عارف ايه كذا كذا مش عارف ايه كذا، اصدقه من ايه؟ اصدقه ازاي؟ والنبي لو الصوره جت عليه كمان يبقى كويس والله. حاضر، ما هي الصوره اكيد هتطلع عليه دلوقتي اهو. يعني بأمرت ايه؟ طيب ماشي، بأمرت ايه الناس والله بجد سوزك كده وبيضحك عليهم. وده مش اول واحد، قبل كده فاكرين العزة بتاع مين؟ العزة بتاع الراجل عمر عبد الرحمن، الشيخ عمر عبد الرحمن اللي توفى في امريكا. العزة بتاعه واحد دخلوا عربية، وانا جبت لكم هنا في البرنامج صورة العربية، عربية طالعة من جراج ومطربة وبتاع، وقال لك انا مندوب رئاسة الجمهورية. يا ابن اللذينة، مندوب رئاسة الجمهورية وطالع بعربية من جراج شبرا وحاطط بس عليها النسر، عربية مطربة بقول لكم، حاطط عليها سبويلر وبتاع ومنفخة. رئاسة الجمهورية هتنفخ عربية وتحط سبويلر وبتاع على رئاسة الجمهورية؟ مش هتلمع العربية الصبح وهي خارجة من الجراج؟ وقال لك مندوب رئاسة الجمهورية، وصدقوه اهلا يا باشا واتفضل ومش عارف ايه. ومن كام شهر حد برضه ده دخل بقى وزارة الكهرباء قال لهم انا مندوب رئاسة الجمهورية من مكتب رئيس الجمهورية، وطبع كروت عليها اسمه وشعار رئاسة الجمهورية وبتاع، وقال لهم مش عارف كذا، وعمل صفقات معاهم عشان لمبات، انا فاكر حاجة كده. وفين بعد شو اكتشف انه بقال ده بقى مستشار ايه ده في الاحدى جهات السيادية ازاي يعني؟ طبعا مش هقدر اتريق عشان يعني خلاص كلنا خلقت ربنا، لكن يا بيبان يا اخوانا، بيبان يا شباب، بيبان، ما علينا.